Radio Med, la radio qui vous écoute. On lui donne l'appétit, باش يجي تقريبا نجم نقولوا هو مهرجان التحدي بامتياز. الوضع اللي تعيش فيه تونس والوضع اللي يعيش فيه العائلة الكل. نحب نعطيه رسالات طمأنة لكل الناس التوانسة وغير التوانسة حتى اللي في حجرة إلى وحب ونعبروا للناس هذوما اللي راهي تونس واقفة برجالها وبنساها. الدورة السادسة هذه متاع الكرنفال هو احنا بصدد البناء بصراحة وغايتنا انه يصبح في يوم ما ان شاء الله يصبح في حجم كبير ويضاهي التظاهرات الكبيرة اللي موجودة في اوروبا ولما لا خارج اوروبا. المحيط وما ادراك ما المحيط. اليوم كيف تشوفوا البلدية التدخل متاعها منذ اسبوع مش في شكل حملة، احنا نريدوها مع الحملة هذه كما انفو دون اليومات فيسة تشعل وفيسة تطفى. لا صح. نحب عمل متواصل، نحب نضمن احنا بيئة سليمة لولادنا ولولاد ولادنا والتوانسة بالأساس قبل الأجانب. ثم أكثر من بلدية اليوم جندة منذ أسبوع وهما على قدم وساق، وهذا محوجنا إلى إضفاء اللمحة الاحتفالية على التونسي وغير التونسي حتى يطمئن، حتى يشوف اللي تونس بخير وماشية في مسار سليم. وتحية ثانية هي للأمن اللي معناه جانا الفيفير الضوء الأخضر، قالوا لا ما تقفوش واصلوا، وتعزيزات كبيرة جات وقاموا بالواجب وأمننا تقريبا 15 ألف زائر تونسي. تحدي وما نقول معناه أكثر من تحدي وجهاد، خاطر التحدي عنده حدوده، أما إذا كان تكون أنت عندك إصرار في التحدي متاعك وعندك مواقفك صامدة ثم حس شيء تحس به اللي من داخلك هو الوطنية وحبك للوطن، هو معناها اعتراف بالجميل للوطن هذايا اللي ترعرعت فيه واللي كبرك واللي قراك. ما نبخلوش حتى شيء من اللي في سبيل الوطن. نستأنس بخبرة الناس هذوما حتى نبني حاجة على دودور جديد. نتمنى نهار تكون وزارة الثقافة والسياحة مندمجة حتى تتكامل مع بعضها. على خاطر واحدة ما تنجمش تمشي من غير الثانية. يعطيك صحة. واليوم واحدة تكمل الأخرى. خاطر اليوم احنا نتخبط إذا كان نشوف المواقع الأثرية والمعالم التاريخية في البلاد. معنا شيء ألم. ونشوف هالمخزون الثقافي التونسي اللي هو يعطي إضافة للمنتوج السياحي. واليوم دول عديدة منافسة لتونس هي توظف الثقافة متاعها في المنتوج الكامل، منتوج البلاد. والخصوصية يزم تبرز، البلاد يزم تبرز خصوصياتها. أخطر سايح اللي يجي مثل ما تفضلتي حضرتك أنت مشي للبحر وللشمس، ما عادش انتهى هذا ولا ما عادش تو اليوم. اعطيني انا سقفني، اعطيني انا شنو لهيني لجو، واعطيني حاجه اللي باش تكزني انا نخرج اليورو ولا نخرج دولار من جيبي ونصرفه. يفو ميتر نو جو طون، يعطيك صحه. لا يفو ميتر لو بي تو لو بي اون فالور. خلينا ننهضوا به وخلينا معنا ما نحشمه، خاطر حضارتنا نتاع 3000 سنه ما تحشمناش، وكونتري تزيدنا فخر وتزيدنا معناها تقدير عند الناس. راهو سلعتنا مش منبوذه، ما عندناش منخبي، يلزم نبرز شيء تحسدنا على حضارتنا. لو الانكلوزيف تتعمل في بلاد اللي هي مازالت مش معروفه، اللي فيها برشا ما فيهاش تجهيزات، ما فيهاش انفراستركتور كبيره، المنتجعات السياحيه بعيده على وسط البلاد. اليوم احنا عندنا كل شيء، لو كنت عمل لو الانكلوزيف عام 60 انا نمشي معاك. انا بديت عام 59 في السياحه، كانت بالمنجد كانوا ثلاثه تاكسيات في حمامات وكان ثم مطعم برك ويت ويت
معروفين. دونك اليوم ما شاء الله ما عادش نجم تعمل لو لانكلوزيف ولا سلاح سامحني نقولوا سلاح الضعفاء. لا لو تو دو فيديليتي كان في 30 و 35% خاصة من الألمان والفرنسيس والطلاين اليوم واللي سويس. اليوم لو تو دو فيديليتي هبط ممكن يكون تحت 10% ينكر. وحنا اليوم قاعدين نخدموا بلي فيدال أصدقاء تونس أحباء تونس اللي هما أجانب واللي هما كي سيرف أون ميم تان دامباسادور دون لور بيي. صحيح. ساعة لساعة كي تبعث ممثل تونس لبرا ما يقومش بالدور اللي يقوم به عاشق تونس. صح. اللي عاشق تونس عاشقها يتشلبط في البلكونه ويعمل يعطيك صحة وعاشقها اللي عنده ما عندوش مش مكري وما ياخوش أجر ومش ما يخلصش شيء خاطر عاشقها بالحب بقلبه عاشقها. سي باغامور. ويرجع حتى وقت اللي الكرتوش موجود يرجع. ورجعوا. وقت اللي يصنفوا له تونس اون زون دو ريسك يرجع. نحبوا نجعل التونسي احنا تولي عنده راسخه في ذهنه كونه الكرنفال باش يصير لو 20 مارس يتهيئ نفسه هو في عطله واحنا ياتيك صحه تخرج الناس في الشارع خاطر قد ما نعمل احنا ونجيب فرق مي لو سبيكتاكل دو لا فول سبونتاني هذاك هو الاوريجينال هذاك الناتورال مش مزيف هذاك. فرقتين من الجزائر عندنا من غردايه رجال الجزائر ياتيك صحه هما صناديد الجزائر غردايه في الجنوب احنا في الجنوب الشرقي هي. وعندك وهران وهران وجوها وحلاوتها هما زوج فرق ثم سينيغال من دكار هذه فرقة ممتازة برشا فيها 8 أشخاص عندهم ان فولكلور تريز اوريجينال دي زاكروباسي معناها ان انيماسيون دو رو حاجة جميلة برشا دو لا بيركوسيون معناها إيقاع لبستهم حلوة برشا تمتام وهذيك شيخات سيل الجو اللي هو معناها عندنا احنا جذورنا فيها بيان سور هكا تو هذا هو ما فماش لعب في حكايه بعد السنغال بعد عندنا اندونيسيا تحيه لسفاره اندونيسيا اللي باش تعمل زوز تظاهرات دونك مشاركتهم في الكرنفال في العرض في الباراد والمشاركه الثانيه يحبوا يروجوا هذا سي ليجيتيم ونحييهم انا وهذه هي لو ترافاي دو فون كو فون تو لي بيي يحبوا يعرفوا بالمنتوج نتاعهم من اندونيسيا. جماعة كوريا الجنوبية اللي عندهم هما معناها زادة مشاركة كبيرة وكيف كيف أنا نوجه لهم تحية هذوما المشاركات الأجنبية. دونك ولكن فما جو تونسي لازم امبوسيبل خليني هكيك شوية هكربوه لا بيان سور هو حتى إذا كان نعطيه احنا نعطيه في وجبة الغداء أو العشاء نعطيه الطبق الأول هو يكون معناها مفتحات ولو بلا دي ريزيستانس هو تونسي يكون كشري محرحر دونك عندنا الساعة افتتاح الكرنفال بالفوج الشرف نتاع الجيش الوطني ما شاء الله هي هذاك معناها باش يكون ان شاء الله معناها اكدوا لنا حضورهم السيد العميد في وزارة الدفاع اتصل بنا واكد حضوره باش يكون الصحة. موجود هذه اللي هو يكون افتتاح الكرنفال وبعد مع بيان سور في المقام الاول هو علم تونسي بيان سور تحيه راديو ميم لا راديو كي فوز ايكوت.